وهكذا مشاهدينا الكرام أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الفطر المبارك بجامع السلطان قابوس بولاية منح، وأدى بمعية جلالته عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السمو والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة. المدفعية تطلق 21 طلقة تحية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. هكذا أيها الإخوة الأعزاء، يحتفل المسلمون بهذه المناسبة السعيدة وهم يشهدون الفرحة الأولى بفطرهم في أبهج نفس وأجمل حلة وأبهى زينة، يتبادلون التهاني ويجتمعون على مائدة واحدة، يعمقون بذلك القيم الاجتماعية للتواصل والتزاور والتكاتف والتآزر، ويخرجون في يوم عيدهم هذا مستبشرين بأيامهم السعيدة، داعين الله تعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالحات أعمالهم، وأن يمن على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والسلام. وفي هذه البلاد الطيبة ما أروع ملحمة الحب والإخاء التي يشكلها أبناء عمان، وهم يحتفلون بعيد الفطر المبارك يجمعهم التكافل والتزاور، فتصفو النفوس وتستبشر القلوب، فتتوقد العزائم لمواصلة العمل.